السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التسويق الشبكي طريقة اقتصادية معاصرة اختلف العلماء حول مشروعيتها، وأقول كما علمنا الله عز وجل بأن تأصيل شرعيتها نابعة من القرآن العظيم، قال فيها ربنا عز وجل وهو يعطينا المثال للتوزيع وللإنتاج ومضاعفة الإنتاج، فقال جل جلاله في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربنا عز وجل أعطانا المثال بالحبة، الحبة الواحدة تزرعها وتتولاها بالعناية والرعاية فتنبت لك 7 حبات، ثم كل حبة تنبت 100 حبة، وكل حبة من تلك 100 تنبت 7 إلى 100 إلى ما لا نهاية، إن الله واسع عليم. هذا المشروعية الأولى من القرآن العظيم. أما المشروعية الثانية من السنة النبوية المطهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالذي يقوم بعمل مبارك مفيد للإنسانية هو يأخذ الأجر دياله، ولكن فوق الأجر دياله كيأخذ أيضا يكتسب نقط إضافية من أجور الناس الآخرين، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه فضل الريادة وفضل الأسبقية. التسويق الشبكي هو طريقة جديدة معاصرة في البيع والشراء، إذا كان الهدف منها أن المنتوج في حد ذاته مشروع. المنتوج لا يكون خمرا، لا يكون تسويق لأفلام سينمائية إباحية، لا يكون تسويق لأسلحة، لا يكون لأشياء تافهة مضرة بالمجتمع، فيكون مباح ما دام أن المنتوج سليم ومباح أنه يستهلك ويستثمر. ثم فيه أيضا فوائد عظيمة. مجموعة من الشباب العاطل الذي عجزت الحكومات عن إيجاد مناصب شغل لهم عن طريق التسويق الشبكي أصبح يجد مقعدا صلبا للانطلاق وحقق نجاحا، بل منهم من حقق ثروة. وفيه معنى التضامن، وفيه معنى التكافل، وفيه ما يسمى بتقليص النفقات، ترشيد النفقات، لأن الشركات الكبرى بفعل العولمة أصبحت كل شركة لابد لها من ميزانية ضخمة في الإشهار وفي المقرات الكبرى. فالذين قاموا بالتسويق الشبكي قاموا على فكرة الاقتصاد، التجديد في الاقتصاد والبناء على اليسر، وهذا من مقاصد الإسلام العامة، وهو يبدو في بأنه عمل مبارك وعمل فيه مصلحة نافعة للجميع. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويغني الجميع، لأن الأصل في الأشياء الإباحة في الشريعة الإسلامية، الأصل في الأشياء الإباحة، والحرام ما دل النص على حرمته. هذه قاعدة أصولية شرعية كبرى. الأصل في الأحكام كلها الإباحة، الإنسان يفعل ما يشاء، laissez passer laissez faire، دعه يعمل دعه يسير. متى نقول أن الأمر حرام أو فيه شبهة؟ إذا نص عليه القرآن. قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استنبط منها الفقهاء بأن الأصل في الأشياء الإباحة والحرام ما دل النص على حرمته. لكن فليحذر من سار في هذا الطريق، لأنه طريق النجاح وطريق الفوز وطريق التألق وطريق الشهرة، فالشهرة لها ضريبتها. فعلى الإنسان أن يكون دائما ذاكرا لله حتى يبارك الله تعالى في هذا الرزق. أحد كبار الأثرياء سئل: كيف جمعت هذه الثروة العظيمة؟
هل بذكائك؟ هل بتخطيطك؟ قال لهم بكلمة سمعتها من فقيه تقليدي، وهي قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أول شيء أن الإنسان حينما يراكم ربحا لابد أن يتذكر الفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثاني شيء أنه دائما يتحفظ على ذكر النعم، فإن كل ذي نعمة محسود. الإنسان إذا دارت له النعم، تلقوا بعض الناس ينشرون صور والوصول إلى أعلى المراتب، هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن بعض الناس في قلوبهم حسد، فقد يصيبك بهذا الداء والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الإنسان محصن دائما الذكر، على الأقل أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في كل صباح ومساء، حتى يكون محصن، هذا يكون نوع من التأمين على نفسه وعلى بضاعته. ثم دائما يكتسب أصدقاء جدد، أصدقاء جدد، لأن الصداقة قد لا تدوم. النفس البشرية مريضة، وإبليس فرق بين يوسف وإخوته وبين الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن تكتسب أصدقاء جدد هنا وهنا وهناك، حتى تستطيع أنك تكتسب أكثر وأكثر. بارك الله في الجميع، وأصلح الله الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسويق الشبكي طريقة اقتصادية معاصرة، اختلف العلماء حول مشروعيتها، وأقول كما علمنا الله عز وجل بأن تأصيل شرعيتها نابعة من القرآن العظيم. قال فيها ربنا عز وجل وهو يعطينا المثال للتوزيع وللإنتاج ومضاعفة الإنتاج، فقال جل جلاله في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ربنا عز وجل أعطانا المثال بالحبة، الحبة الواحدة تزرعها وتتولاها بالعناية والرعاية فتنبت لك 7 حبات، ثم كل حبة تنبت 100 حبة، وكل حبة من تلك 100 تنبت 7 إلى 100 إلى ما لا نهاية، إن الله واسع عليم. هذا المشروعية الأولى من القرآن العظيم. أما المشروعية الثانية من السنة النبوية المطهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فالذي يقوم بعمل مبارك مفيد للإنسانية هو يأخذ أجر دياله، ولكن فوق الأجر دياله كي يأخذ أيضا يكتسب نقط إضافية من أجور الناس الآخرين، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه فضل الريادة وفضل الأسبقية. التسويق الشبكي هو طريقة جديدة معاصرة في البيع والشراء، إذا كان الهدف منها أن المنتوج في حد ذاته مشروع. المنتوج لا يكون خمرا، لا يكون تسويق لأفلام سينمائية إباحية، لا يكون تسويق لأسلحة، لا يكون لأشياء تافهة مضرة بالمجتمع، فيكون مباح ما دام أن المنتوج سليم ومباح أنه يستهلك ويستثمر. ثم فيه أيضا فوائد عظيمة. مجموعة من الشباب العاطل الذي عجزت الحكومات عن إيجاد مناصب شغل لهم عن طريق التسويق الشبكي أصبح يجد مقعدا صلبا للانطلاق، وحقق نجاحا، بل منهم من حقق ثروة. وفيه معنى التضامن، وفيه معنى التكافل، وفيه ما يسمى بتقليص النفقات، ترشيد النفقات، لأن الشركات الكبرى بفعل العولمة أصبحت كل شركة لابد لها من ميزانية ضخمة في الإشهار وفي المقرات الكبرى. فالذين قاموا بالتسويق الشبكي قاموا على فكرة الاقتصاد، التجديد في الاقتصاد والبناء على اليسر، وهذا من مقاصد الإسلام العامة، وهو يبدو في بأنه عمل مبارك وعمل فيه مصلحة نافعة للجميع. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع ويغني الجميع، لأن الأصل في الأشياء الإباحة في الشريعة الإسلامية، الأصل في الأشياء الإباحة، والحرام ما دل النص على حرمته. هذه قاعدة أصولية شرعية كبرى،
الأصل في الأحكام كلها الإباحة، الإنسان يفعل ما يشاء، لسي باسي لسي فار، دعه يعمل دعه يسير. متى نقول أن الأمر حرام أو فيه شبهة؟ إذا نص عليه القرآن، قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استنبط منها الفقهاء بأن الأصل في الأشياء الإباحة والحرام ما دل النص على حرمته. لكن فليحذر من سار في هذا الطريق، لأنه طريق النجاح وطريق الفوز وطريق التألق وطريق الشهرة، فالشهرة لها ضريبتها. فعلى الإنسان أن يكون دائما ذاكرا لله حتى يبارك الله تعالى في هذا الرزق. أحد كبار الأثرياء سئل: كيف جمعت هذه الثروة العظيمة؟ وهل بذكائك؟ هل بتخطيطك؟ قال لهم بكلمة سمعتها من فقيه تقليدي، وهي قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أول شيء أن الإنسان حينما يراكم ربحا لابد أن يتذكر الفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثاني شيء أنه دائما يتحفظ على ذكر النعم، فإن كل ذي نعمة محسود. الإنسان إذا دارت له النعم، كنلقاو بعض الناس ينشرون صور والوصول إلى أعلى المراتب، هذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن بعض الناس في قلوبهم حسد، فقد يصيبك بهذا الداء والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الإنسان محصن دائما الذكر، على الأقل أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في كل صباح ومساء حتى يكون محصن. هذا يكون نوع من التأمين على نفسه وعلى بضاعته. ثم دائما يكتسب أصدقاء جدد، أصدقاء جدد، لأن الصداقة قد لا تدوم. النفس البشرية مريضة، وإبليس فرق بين يوسف وإخوته وبين الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن تكتسب أصدقاء جدد هنا وهنا وهناك حتى تستطيع أنك تكتسب أكثر وأكثر. بارك الله في الجميع وأصلح الله الجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.